أصحابي إحنا النهاردة جايين في كنيسة الإيمان بفيصل ورسالة جديدة من مدارس الأحد. اسمك إيه؟ ميجي. جايين النهاردة عشان أحضر مدارس أحد، عشان أستفاد من الدرس، عشان أحضر مدارس الأحد، عشان أصلي. ايه اكتر حاجة بتحبيها في مدرسة الاحد؟ التلانين. ربي يسوع يحبني يبنيني افنظر بيك، ربي يسوع يحبني يبنيني افنظر بيك. انا هو الطريق والحق والحياة. انا يمكن اكون صغير وانا يمكن اكون كبير، لكن ربنا بيحبني على صنعية القادر. ساعات كتير بتلخبط وحس اني مش فاهم، لكن برجع وافكر في حب الله الخالق. رب خلينا معاك في كل وقت يا رب، رب حافظ على كل المحتاجين يا رب، رب ادي المحتاجين يا رب. امين. يا رب يسوع بشكرك على كل حاجة انت عملتها النهاردة يا رب يسوع. يا رب يسوع بشكرك انك بتحفظ كل الناس يا رب يسوع. يا رب يسوع بشكرك انك جبتنا الكنيسة النهاردة يا رب يسوع، انك بتحفظنا يا رب يسوع كل يوم يا رب يسوع. يا رب يسوع بشكرك ان السبنجات النهاردة تصورنا يا رب يسوع. يا رب يسوع بشكرك انك بتحفظ كل الناس يا رب يسوع، بتساعد كل الناس يا رب يسوع. يا رب يسوع احفظ النهارده يا رب يسوع، واحفظنا في اي يوم يا رب يسوع، ساعدنا يا رب يسوع. امين. يا رب شكرا ان انت بتديني كل حاجه انا عايزها يا رب. يا رب خليك معايا في كل وقت يا رب، ساعد المحتاجين يا رب. يا رب خلينا يا رب نعمل بوصاياك يا رب. يا رب شكرا يا رب ان انت بتديني كل حاجه انا عايزها يا رب. يا رب خليك معايا في كل وقت يا رب، في وقت الشده يا رب. امين. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. قولوا معانا. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. علي إسقاط النظام. الله يا سامر، انا بحب مصر قوي ونفسي اغير فيها، اخليها حاجة تاني خالص. وانا صدقيني انا نزلت مخصوص وعمالة بهتف في اسم مصر عشان انا بحبها جدا. وعارف اول حاجة عايزة اغير فيها هي ايه؟ ايوة قولي بقى ايه هي. علم مصر. علم مصر؟ عايزة تغيري علم مصر؟ الوانه مش عجباني. غير الموضوع بقى، وانا عايزة ارنم مع الولاد دلوقتي قبل ما نكمل موضوعنا دوت. Oh,
وحبيبي يسوع. صبعك فوق صبعك برا. وصلت إلى حاجة جميلة قوي. دي إيه؟ بالونة فاضية ولا مليانة؟ بصوا عشان كده فاضية. طب دي إيه؟ بالونة مليانة إيه؟ مية. لو جينا قربنا النار من البالونتين دول هنشوف إيه اللي هيحصل. نجرب. مين مركز؟ ايه ده اللي حصل؟ البالونه فرقعت. طب لو جينا قربنا النار من البالونه اللي فيها ميه، بصوا فرقعي. قولوا لها فرقعي يا بالونه. مش عايزه تفرقع البالونه. ليه يا ترى؟ عشان فيها ميه. لو انت عامل زي البالونه الفاضيه قلبك ما فيهوش يسوع، الشيطان هيجي يقدر يخش في حياتك
ويغير كل حياتك يخليها وحشة جدا. لكن لو انت قلبك فيه يسوع اللي هيحصل الشيطان هيجي لك من بره مش هيقدر يعمل لك حاجة خالص. ودي كانت التجربة بتاعتي في حقيقة في حقيقة. باي باي. أنا فرحان قوي يا جدو، أنا مش مصدق إني رايح أمريكا. أنا هركب الطيارة، ده إحساس جميل قوي. أنا كمان مبسوطة قوي يا جدو، الطيارات شكلها تحفة. إمتى بقى نوصل عند خالته وأشوف أمريكا؟ أكيد يا جدو جميلة مش كده؟ طبعاً يا ولاد، أمريكا دولة جميلة وفيها حرية. فيها حرية وطعمية. وبعدين يا جيمي، انت مش هتبطل تهريج. قلتلك كذا مرة ما تقطعش جده في الكلام يا ابني. هو كده على طول يا تيت، فاكر انه دم خفيف. مش فاهمة ايه الاستظراف اللي انت فيه ده. خلاص يا ولاد، عيب. احنا مش قلنا نحب بعض علشان المسيح وصانا بكده؟ حلوة وصانا دي، وعندك واحد شايب الحليب وتوصى. مفيش فايدة فيك، شقي برضو شقي. على السادة الركاب المتوجهين إلى أمريكا سرعة التوجه إلى الطائرة. يلا يا أولاد علشان الطيارة هتقوم. سرعة التوجه إلى الطائرة. هي كانت نايمة. يا أولاد كل واحد فيكم يربط حزام الأمان. ما تقلقش يا جدو، احنا ربطين الحزام وقافلين الزراير. الله يا جدو، الطيارة بتطلع. ايه ده، هي مش بتطير ليه؟ لسه يا ريتا، لما تاخد سرعتها هتطير. فعلا يا جدو، تبتدت تجري بسرعة. اهي ابتدت تطلع اهي. الحقوني، ايه اللي بيحصل لي ده؟ انا خايف، انا عايز اخش الحمام. مالك يا جيمي، في ايه؟ ما تمسك نفسك شوية. اعصابي ثابت يا جدو، دي مرعبة اوي. يعني انت عامل لي فيها ما بتخافش من اي حاجة، واديك اهو عامل زي الفرخة. يعني لازم تقولي فرخة؟ انا حاسس ان انا حقاقي. الله يا اولاد، شايفين السما جميلة ازاي؟ فعلا احنا دلوقتي فوق السحاب. دي رحلة جميلة قوي يا جدو. ياه، اكيد لما الرب يسوع يجي وياخدنا للسما هيبقى المنظر شكله اجمل بكتير من كده. يا جدو، انت كتير بتقول ان الرب يسوع هيجي وياخدنا ولحد دلوقتي مجاش، مع انك بتقول كده من زمان قوي. يمكن انت سمعت غلط ولا حاجة. سمعت غلط؟ لا طبعا يا جيمي، هو قال لنا كده انه جاي تاني وهياخدنا معاه على السحاب، واحنا لازم نصدق بالإيمان حتى لو كان متأخر شوية علينا، علشان هو مستني ناس كتيرة تتوب علشان لما يجي هياخدها معاه. ليه يا جدو، هو مش هياخدنا كلنا؟ لا يا ريتا، هياخد ولاده المؤمنين والمستعدين بس، أما اللي مش مستعدين هيسيبهم هنا على الأرض. جدو سيبك بقى من الكلام ده، قولنا بقى احنا هنوصل امتى؟ لسه يا جيمي قدامنا ساعات طويلة. طيب انا هنام شوية بقى، لحسن انا ما نمتش طول الليل، بس ربنا يستر، لحسن اول مرة في حياتي هنام في الجو. و
ونام جيمي وابتدى يحلم، حلم ان الطيارة بتقع. استخبى قبل ما يشوفوني. كانت أكلة جميلة قوي يا أرنوب، خاصة المرسيل. أنا استمتعت قوي بالجزر. عارف الأكلة دي فكرتني بأيام الملك. عندك حق يا فيلو، أيام الملك أجمل أيام، بس أدينا مستنين المكان الجميل اللي هو قال عليه. أنا هروح أجهزه. ما أنت عارف يا أرنوب، الملك ما بيقولش كلام وخلاص، وأكيد هيوفي. ده إنسان. أنت مين؟ وإيه اللي جابك هنا يا إنسان؟ أنا جيمي، ومش عارف غير إني نمت في الطيارة ولقيت نفسي هنا. ياه، تقريبا يا أرنوب الطيارة وقعت بيه وهو جه هنا، يعني كويس إنه هو جه سليم. عموما ما تخافش يا جيمي، أكيد أهلك هيدوروا عليك لحد ما يلاقوك، بس أهم حاجة ملكش دعوة بالحيوانات الشريرة. هو في حيوانات شريرة؟ أنا خايف لحسن تاكلني. لا ما تخافش حبيبي، أنت بس ما تسمعش كلامهم، لأن هم عايشين وفاكرين إن الملك مات واخدين راحتهم على الآخر، وبيعملوا حاجات غلط كتير، ما انت فاهم بقى. مين الملك اللي انت بتتكلم عنه ده؟ وحيوانات مين اللي مستنيين وحيوانات مين اللي مش مستنيين؟ انا مش فاهم حاجة، ممكن توضح لي شوية؟ ده الاسد الملك بتاعنا اللي الروح يجهز لنا مملكة كبيرة قوي يجمع فيها كل الحيوانات اللي بتطيعه وبتسمع كلامه، وكل اللي مصدق هيروح المملكة دي، واللي مش مصدق هيسيبه هنا. يعني أنا أخلص من جد وكلامه عن المسيح يطلع على الأرنب ويكلمني عن الأسد. عامة المكان هنا جميل، أنا هتمشى شوية أدور على حاجة عشان أكلها. أوعى تنسى حبيبي، خد بالك من الحيوانات المتوحشة. يلا يا أرنوب. مكان غريب بس مش مهم، أنا فرحان، حاسس إني هقضي هنا وقت ظريف ولذيذ جدا. ولا كده بقى يقول لي كده غلط، ولا تيتا تقول لي المسيح قال ما نعملش كده، ولا ريتا تقعد تصدعني. أنا هعمل اللي أنا عايزه. ها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 
حر هعيش حياتي محدش هنا شايفني، في الغابة هعيش أوقاتي من غير ما حد يقرفني. أنا حر هعيش حياتي محدش هنا شايفني، في الغابة هعيش أوقاتي من غير ما حد يقرفني. في الغابة هعيش أوقاتي من غير ما حد يقرفني. إنسان فرحان وبيتنطط، ده جي منين ده؟ ده شكله من الطيارة يا عم اللي وقعت علينا من شوية، ما تيجي ناكله؟ لا 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 لا، مليش نفس، تعالى لما نشوف حكايته ايه؟ ايه ده؟ حيوانات مفترسة؟ يا ماما الحقوني. ايه؟ ما تخافش ما تخافش. هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي جيمي. وانا اخوك تعلو. وانا اخوك نمور. شكلي كده هروح في داهية. لا 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 لا، هتروح في تاكس. لا 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 لا، هنروح السيمة. ما انت دمك خفيف اهو. شكلك كنت عايش حياتك. ولا عايش حياتي ولا حاجة، ده انا كل ما اعمل حاجة جده يقول لي مش صح، ويقول لي احنا ولاد المسيح، احنا ولاد النهاردة، واللي زاد وغطى يقول لي المسيح قرب يجي ولازم يكون مستعدين. مستعدين هنعمل له ايه يعني؟ فكرتني بالحيوانات المجانين اللي فاكرين ان الملك هيجي تاني. يا عم عيش حياتك واعمل اللي انت عاوزه، محدش جاي تاني، هو اللي بيروح بيرجع. وبعدين محدش هيعرف يعيش من غير شوية كذب وشوية حلفان وكمان حاجة كده علشان يمشي الدنيا. عندك حق يا تعلوم، فعلا عندك حق. ده أنا لو ما كنتش كذبت على جده يوم ما هربت من المدرسة وسألني كان كلمي علقة محترمة. وبعدين أنا زورت كده يعني الشهادة عشان يعرف إني ناجح مع إني كنت ساقط، وكمان أنا اللي كنت باخد المصروف من ريتا. من غير ما تعرف خالص، وكانت بتفتكر إنه بيضيع منها. ما انت كويس اهو، ولو ما كنتش عملت الحاجات دي كلها ما كانش هيبقى معاك فلوس، وجده كان هيضربك. عيش حياتك يا جيمي وما تخافش، وعلى رأي المثل قديها والناس اللي بعديها. انا فعلا هعيش حياتي وهعمل كل اللي انا عايزه. كده تبقى انت برينس، وسيبك بقى من شغل الارانب اللي الناس بتعيشه ده. يا ابن الحياة حلوة، ما تخنقش نفسك بالوصايا اللي ملهاش لازمة دي، واللي يكلمك اعمل نفسك ميت. بس انتوا طلعتوا جدعان قوي، انا هقضيها معاكم. مش عارف الفيل والارنب خوفوني منكم ليه. يا عم سيبك منهم، دول عالم تعبانين من اللي مستنين المملكة التانية. يا عم ملك مين والناس نايمين؟ تعالى ده احنا هنا هنبسطك قوي. ده هم بيحاولوا يخلوه ينسى وصايا المسيح اللي هو كان بيقول ان جده قالها له. خسارة خسارة ان الولد ده يضيع، ده حتى المسيح قال لهم آية: دعوا الاولاد يأتون الي لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. شفت الاستهتار اللي عايشين فيه؟ شفت ارنوب؟ ادي النمر والتعب. ويسيبهم في الغابة دي مع التعبين. شفتني لما ضربت القرد على قفاه؟ ايه رايك بقى في الحفرة اللي وقعت فيها الغزالة؟ وانا الدبدوب بيسألني ما شفتش الغزالة، قلت له ما شفتهاش، وانا اللي جريت وراها لحد ما وقعت. مفيش احسن من المقالب. ايه ده يا جيمي،
احنا مش قلنا بلاش كلام مع الحيوانات المتوحشه؟ انت باين عليك ولد شقي قوي ومش بتسمع الكلام. ما تسيبكوا بقى من الفيلم اللي انتوا عايشينه ده وسيبوا الواد في حاله. فيلم ايه يا تعلوق؟ انت عارف كويس انكم ماشيين في سكه مش بترد الملك. الملك ملك ولا كتابه؟ يا عم الملك مات، انسى بقى. لا الملك ما ماتش، الملك بيجهز المملكه الجديده وجاي ياخدنا تاني. وانتوا بطريقتكم دي هتفضلوا قاعدين هنا والمكان هيتملي تعابين. بص يا ارنوب يا حبيبي، ما تاخدش الدنيا قفش كده، فكر شويه. الملك مش موجود، هنخاف من ايه؟ ولو هيجي ما كان جه من زمان. انسى وتعالى عيش معانا، معنا مبسوطين اهو. لا طبعا مش هنسى، انتوا اللي لازم تعقلوا علشان الملك ياخدكم معاه. لسه قدامكم فرصة، الحقوها. طب ممكن تحجز لي فرصة بالعجوة؟ يلا يا أرنوب، الظاهر انه مفيش فايدة. يا جيمي جاي معانا ولا؟ لا لا لا، انا كده مبسوط فعلا زي ما قال علوب، انا مش محتاجة اعيش مستني حد مش عارف هو جاي ولا لا. بس الملك ممكن يجي وانت معاهم، ولو فضلت كده مش هياخدك معاه المملكة الجديدة. بعدين ما تسيبوني في حالي بقى، مش هيبقى انتوا وجدتوا عليا. مش عارف يا شعلوك، شكلنا رحنا في داهيه. انا مش مصدق، الملك رجع، الملك رجع، انا فرحان قوي. ايوه انا كمان فرحان قوي. مش عارف اسكت. الحق يا شعلوك، دول فرحانين قوي. بخربت يا معلم. أعزاء، لا انت مت من زمان، انت اكيد واحد تاني. لا يا نمور، انا موجود وجهزت المملكة خلاص، وعارف كويس اللي يستحق يعيش فيها واللي ما يستحقش. مولاي انت، انت انت عارف ان احنا قد ايه مخلصين ليك. انا فعلا عارف، عارف كل حاجة يا تعلوم، عشان كده انت ونمور هتفضلوا هنا مع التعبين. يلا يا ارنوب، يلا يا فيلو. لا لا نمور، جيمي. الملك، الملك رجع يا جدو، الملك رجع. ملك مين بس يا جيمي؟ ايه ده، ايه ده، انا لسه عايش. ايه ده، مفيش تعبين. انا كنت بحلم، يا جدو. بتحلم ايه بس؟ انا كنت بحلم يا جدو، كنت بحلم حلم غريب قوي. انا كنت في الغابة، كنت مع الحيوانات، والملك رجع. الملك رجع يا جدو، كلامك كله كان صح. كلام ايه يا جيمي؟ ما تفهمني يا ابني. يا جدو الملك رجع للحيوانات زي ما كان وعدهم، وقال لهم ان انا هجهز لكم مملكة جديدة، والحيوانات ما كانوش مصدقين، بس الملك رجع في الاخر. وانا خلاص اتعلمت
ان انا لازم اصدق ان المسيح قرب يجي زي ما انت علمتني. بس المهم نكون مستعدين. قلبا نقيا اخلق فيا اعلى، وروحا مستقيما جدد في داخلي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. مزمور 15:10. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في. مزمور 51:10.